FM. الكلمة ليك. مرحبا بك ميل تويتي. نحكيو على العمل طالع هابط سنة اللي بطولتك انت للعمل هذايا. ما عندها بستنسين لقاوك في فرما متاع شوف لي حل، فرما متاع نسيبتي العزيزة، فرما دار الوزير، دار الخلاعة، معناتها سيت كوم كامل. لقيناك سنة في فرما أمريكاني. ايه معناتها هي طالع هابط لاسانسور اللي الديكور متاعه واحد بركة اللي هو لاسانسور. كيفاش جات الحكاية معناتها مع مجدي السميري؟ والله انا فرحت كي جاتني الفكره هذه باش نكسر بها نوع من الروتين. انا جاتني عروض باش نخدم مثلا في نسيبتي العزيزه والا في مسلسل هذايا ديما اصحاب ولا فهمتني. كان عندك دور في نسيبتي العزيزه؟ نسيبتي العزيزه لا اقترحوا عليا دور مهم ولا دور؟ لا لا دور مهم. كان دور الباندي لا 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 مش باندي لا 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 كانت قصة أخرى باش تصير. ما تكتبش أصل معناها لا وقتها في الثورة الكتاب حبوا معناتها يمكن يعملوا من سيبتي العزيزة حاجة أخرى بالبيرسونال. يحلوا بيست أخرى. ويحلوا كذا. يا أخي شنو صار؟ أنا ما قبلتش خاطر عمل ما نبداش فيه من الأول ما نخدمش فيه هنا. أنت من الممثلين اللي ما ياخذوش تران اللي ويمشي. لا ما خاطر ماهوش أي خاطر علاش؟ ما خاطر أنا نبني في العمل، فهمت كيفاش؟ انا نساهم في بناء العمل من داخل في التورناج مع البيرسوناج نتاعي. فما حاجات ساعات فهمتني يوقظوك عليهم وتوقظ عليهم انت. مانيش نحفظ في دور ونجي نمثل وانا ونروح على روحي، فهمت؟ خاطر العمل ككل يهمني انا. تش تضيف للسيت كوم؟ علاش ما عادش؟ لا انا ما بديتش فيه، فهمت؟ لا ما حبيتش الحقيقه نخلط خلوط وهذه يمكن ما بقى مش معناتها انا صحيح رأيك. مش اسباب اخرى معناتها؟ لا ما ثماش لا معناتها بالعكس كونترير ما ثم حتى سبب. دايور ليكيب بيدا هي اللي عملت دار الوزير هذاك. على سالتك انا قعدنا وقيت حلو مع بعضنا الى اخره، معناتها لا 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 ما عنده حتى علاقة يعني بالعكس. كابافان الكلمة ليك.